السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم تانية ثانوي الوحدة الأولى درس الثالث والرابع من صفحة 33 ل 44. انتظرونا. صفحة 33. 1. My little sister was taken to hospital. أخت الصغيرة ودوها المستشفى. Because her white blood not count. لأن عدد إيه عندها is very low. منخفض جدا. عدد خلايا الدم البيضاء. سل. خلايا. خلية. دي معناها ايه؟ عضو في ايه؟ اعضاء الانسان، جسم الانسان يعني. وديت ايه؟ جزيء. وديت ذرة. 2. car companies، شركات السيارات، are looking for ways to، بتبحث عن طرق لايه؟ نقط سيلز، المبيعات، in Africa، في افريقيا، after the rise in prices، بعد الارتفاع في الاسعار، تبحث عن ايه؟ تعزيز المبيعات بتاعتها، boost، دفع المبيعات بتاعتها. إنما دي معناها تفاخر، أو يتفاخر، يتباهى. ودي يثبت، يبرهن. ودي معناها انخفاض. صفحة 34. 3. The not system is the system. السيستم هو اللي بواسطته by which your body protects itself against disease. اللي بواسطته جسمك بيحمي نفسه من الأمراض. الجهاز المناعي. إميون. مناعي. إنما ديت هضمي، ودي تنفسي، وديت عصبي. 4. I am always grateful to members. يعني دائما بكون شاكر لي، ممنون لي، أفراد أسرتي who have not me in so many ways. اللي هم إيه؟ بطرق عديدة، اللي هم دعموني، supported. دي معناها أهملة. 5. To stay fit. عشان تظل لائق، لائق بدنيا، you should choose a varied، يعني متنوع. يجب أنك تختار إيه؟ متنوع. rich in whole grains، بيكون غني بالحبوب زي القمح كده، vegetables والخضروات والفواكه، and low in fats، ومنخفض الدهون. كل ده ايه؟ اللي هو دايت يعني. اختار نظام غذائي يكون متنوع. 6. my son's teachers، مدرسين بتوع ايه؟ ابني، said he had been not badly at school، قالوا ان هو ايه؟ بيتصرف بشكل سيء في المدرسة. يتصرف behaving، أبصرف دي اختصار لهاد، إنما دي معناها يعاقب، ودي يكافئ، ودي يعتقد. 7. The company has learned from its past، الشركة تعلمت من إيه؟ الماضية. Not in dealing with customers complaints، في التعامل مع شكاوي العملاء. So they made a profit، لذلك فهم إيه؟ حققوا إيه؟ ربح يعني. هما اتعلموا من ايه؟ من اخطائهم الماضية، mistakes، في التعامل مع شكاوى العملاء. دي انجازات، وديت كورسات. 8. medical facilities، المرافق الطبية، have greatly، حصل لي ايه؟ بشكل كبير، in the last few years، في السنوات القليلة الماضية، especially in the countryside، خاصة في الريف، المرافق الطبية حصل لها ايه؟ تحسنت، improved. 9. During the fire، أثناء الحريق، the old man inhaled، استنشق الرجل العجوز، the smoke، الدخان، and started، وبدأ إيه؟ نقط بدلي بشكل سيء، بدأ يكح كده، coughing، يسعل. دي يلتئم للجروح، ودي معناه يشم. 10. The government، الحكومة، is trying to نقط local and foreign businesses، بتحاول الحكومة إيه؟ اللي هم أصحاب يعني الأعمال التجارية الأجنبية والمحلية، to invest، إن هم يستثمروا، in the projects، في المشاريع carried out in Egypt، اللي بتنفس في مصر. الحكومة بتحاول إيه؟ تقنعهم. يبقى الإجابة برسويد، بتحاول تقنعهم يستثمروا في المشاريع اللي بتنفس في مصر. دي معناها يهاجم، وده معناها يحبط. صفحة 36. 1. Many workers، كثير من العمال، are worried not losing their jobs، عن قلقين بخصوص ان هما ايه؟ يفقدوا وظائفهم. المهم ورد تاخد حرف الجر، about، because of the bad economic situation، بسبب الموقف الاقتصادي السيء. 2. my grandmother is keen on، يعني جدتي مهتمية بيه، متحمسة لايه؟ نقط notes، تدون ملاحظات، احنا واخدينها making notes، تحفظ زي ما هي كده، تدون ملاحظات عن ايه؟ of the dates of all her grandchildren's birthdays، أعياد
تواريخ أعياد أحفادها، أعياد ميلادهم. طبعا دي معناها ينجز. 3، The information desk has maps and نقط pamphlets. pamphlets منشورات. منشورات ايه؟ محتاجة قبلها صفة explanatory بمعنى توضيحي، تفسيري بمعنى كلام، يعني مكتب المعلومات عنده خرائط ومنشورات تفسيرية which can help all tourists، يمكن تساعد كل السياح. 4، if you don't like the job، لو مش عاجبك الوظيفة، why will you apply for it، لماذا انت حقيقة هتقدم لها يعني الوظيفة ديت، in the first، واخدينها in the first place، في المقام الأول في الوحدة دي، ده تعبير. 5، في جملة المهمة كلمة support هنا بمعنى دعم، المشروع فاز بالدعم. السيميلر مشابهة في المعنى لكلمة assistance، أما دي التصدير ودي استيراد. 6، مع first aid يعني إسعافات أولية، نستخدم معها doing، يقوم بإسعافات أولية. all boy scouts، كل طلاب الكشافة، كل الأولاد اللي في الكشافة are trained on، بيتدربوا على انهم يقوموا بإسعافات أولية in their camps، في المعسكرات بتاعتهم. 7، the air hostess، المضيفة الجوية، asked the passengers، طلبت من المسافرين not to leave their seats، ألا يتركوا مقاعدهم، and not calm، ويظلوا هادئين، stay calm. 8، في جملة المهم كلمة boost بمعنى يعزز، can be the opposite، تبقى عكس كلمة hinder، يعوق. بوست طبعا يعزز يدفع. 9، في جملة المهم the synonym، المرادف من كلمة persuasive بمعنى مقنع، كلمة تساويها convincing، دي معناها جدلي وديت مخادع أو صعب وديت محبط. 10، نفس الكلام في جملة، the noun، الاسم من الفعل behave بمعنى يتصرف، الإجابة دي behavior، سلوك. صفحة 41، 1، the film makers، صناع الفيلم placed، وضعهم نقط in all national newspapers، في كل الجرائد القومية وقنوات التلفزيون، for the new film، الفيلم الجديد، وضعهم اعلانات، اعلانات عن الفيلم يعني advertisements، لها نطقين advertisement، اما دي اعلان زي اذاعة خبر او تصريح يعني، دي معناها محاولات او محاكمات، ودي معناها بروفات، جمع بروفا يعني. 2، the doctors tried hard، الأطباء حاولوا بجد to preserve blood flow، عشان يحافظوا على تدفق الدم، to the patient's brain، إنه يصل إلى مخ المريض، and the other vital، وإيه كمان الأخرى الرئيسية، وأعضاء الجسم بتاعت المريض الرئيسية organs، أعضاء جسم، دي معناها آلات أو أدوات، ودي أجهزة. 3، most babies، معظم الأطفال الرضع، like the not، بيحبوا that make a noise، اللي بتعمل دوشة، when you shake them، عندما تهزها كده، بيحبوا لعب الأطفال اللي بتعمل دوشة، toys، لعب أطفال. أما دي جمع دمية ودي تماثيل. 4، مايك تايسون، بطل ملاكمة، ده the famous boxer، الملاكم الشهير، was the heavyweight، يعني الوزن الثقيل، نقط العالم، فور مين ييرز، لسنوات كثيرة، كان هو بطل العالم، تشامبيون، بطل رياضي. اما ديت بطل في مجتمع او في قصة او فيلم، وديت دي مدرب، وديت متدرب او شخص يتلقى تدريب في مهنة يعني. 5، the young graduate، المتخرج الشاب، هات تو دو نقط، اضطر يدرس teacher training course، يعني دورة تدريبية للمعلمين، الدورة ديت يعني عايزين نقول ان هي لمدة يومين، الاجابة هتبقى سي، وهنقول ليه هنا هنعتبر كلمة هير ديت بعدها اسم اللي هو كورس، فما ينفعش نجيب فيها اس، عشان كده هنختاره ديت تو يير بمعنى لمدة يومين، وفي شرطة كده في النص. 6، ذا ريال نوت اوف ذا وور، يعني للحرب، الحقيقيين، وير ذا يونج مان، كانوا الشباب، هو فوت اون ذا فرونت لاينز،
اللي كانوا بيحاربوا في الخطوط الأمامية، الأبطال الحقيقيين للحرب، أبطال حرب هتبقى هيروز. 7 The coach insists، يعني المدرب يصر على every team، إن كل إيه في الفريق نقط must attend، يجب إنه يحضر early morning training، تدريب الصباح المبكر. كل عضو في الفريق لازم يحضر تدريب الصباح، عضو الفريق member، دي معناها فرد. 8 My grandfather used to spend most of the afternoon، جدي اعتاد انه يقضي معظم فترة ايه بعد الظهر، نقط تو سونجز، الاستماع للموسيقى بتاعت ام كلثوم، listening. الفعل spend هيجي بعديه اسم وبعدين ايه فعل تاني يضاف له اي ان جي، listening. رقم 9 لسه حلين واحدة شكلها، we went on a not trip، يعني احنا قمنا برحلة لمدة اسبوعين في شرم الشيخ last summer الصيف الماضي. عندنا زي ما قلنا هنا ده اسم اهو، وجه قبليه اسم تاني ما نضفلوش ايه اس، يعتبر صفة ليه، فالصح هتبقى دي. 2 week، ما نختارش اللي فيها الاس خالص. 10 a formal يعني رسمي، نقط about the rising prices، عن ارتفاع الاسعار، will be made يعني ايه هيتعمل في البرلمان او هيعلن عنه في البرلمان، باي ذا مينستر بواسطة الوزير، نيكست ويك الأسبوع القادم. إذاعة خبر عن إيه ارتفاع الأسعار أو الإعلان عن ارتفاع الأسعار، إعلان هنا هتبقى أناونسمنت، إيه إذاعة خبر يعني أو إعلان إيه عن شيء، تصريح يعني. دي معناها إثبات أو برهان، وديت هدف. صفحة 42 1 The audience of the play was not، جمهور المسرحية ايه نقط، to turn their cell phones off، ان هم يقفلوهم التليفونات بتاعتهم، in the theater في المسرح، يبقى يفكروهم ان هم يقفلوا الايه الموبايلات بتاعتهم، reminded يذكر شخص ما، لكن دي تذكر ودي يحفظ ودي ناس التصريف التالت دي. 2 doctors warn us، الاطباء بيحذرونا، that kids should not be fed a نقط، ان الاطفال اللي يجب ان هم ايه ياكلوهم يعني او يطعموهم ايه نقط، of hamburgers and sugary snacks، نظام غذائي متكون من هامبرجر والايه والوجبات خفيفة سكرية، دي بيبقى غلط خالص على الاطفال. 3 in order to lose weight، لكي ايه افقد وزني، I not an aerobics class in the nearby gym، انضميت يعني لمجموعة ايه يتمرنوا ايه تمارين رياضية في جيم قريب مني، انضم الى جويند، لكن دي معناها هدم، ديموليش دي معناها هدم. 4 the dish we had، الطبق اللي احنا اكلناه في منزل جدي، is a نقط want to prepare، الطبق ده ايه انك تجهزه يعني، consisting only of rice، يتكون فقط من الارز والخضروات، هو طبق كده بسيط يعني simple، يتكون من ايه حاجتين بس، دي معناها غامض وديت مضاعف. 5 دي تعريف، كل دي تعريف، a knot is an instrument، هي أداة used in scientific study، تستخدم في الدراسة العلمية، for making very small things، عشان نخلي الأشياء الصغيرة قوي look larger، تبدو أكبر، so that you can examine them carefully، عشان تقدر إيه تفحصها بعناية، كل ده تعريف microscope اللي هو الميكروسكوب. 6 it would be difficult to، هيكون من الصعب ان احنا ايه ناجي، to leave his present job، ان يترك وظيفته الحالية، for a new one، عشان ياخد وظيفة تانية، صعب ان احنا نقنعه، persuade دي معناه يوظف. 7 before we traveled on our long holiday، قبل ما نسافر اجازة طويلة، the furniture had been، الاساس عملنا فيه ايه، اساس المنزل وغطيناه covered in a protective cloth، بقماش ايه واقي يحميه. 8 احمد's visits، زيارات احمد، gave his grandparents a lot of، جلبت لوالديه كثير من ايه نقط، as they loved him so much، عشان هما بيه ايه كانوا بيحبوه جدا، جلبت لهم pleasure السرور، دي معناها حزن ودي احباط ودي تركيز.
9 كايرو يونيفرسيتي جامعة القاهرة رانز لانجوج نقط، بتعمل ايه خاصة باللغة؟ فور اول ليفلز، لكل المستويات، فروم بيجنرز من المبتدئين تو بروفيشنال وانز الى اللي هو مستوى ايه المحترفين. بتقدم او بتعمل ايه كورسات، كورسز مناهج. 10 the new players skillful performance، الاداء الماهر للاعبين الجدد. should not، يجب انه ايه the team's result this season، نتيجة الفريق هذا الايه الموسم، يجب ان هو boost، يعزز، يدفع. 11 the manuscript المخطوطة wasn't original، لم تكن أصلية. as it contained، لأنها احتوت على numerous spelling، هتبقى spelling mistakes، انها احتوت على ايه اخطاء هجائية عديدة. دي معناها كسور، جمع كسر يعني، وديت ايه جمع خيال. 12 iron is important، الحديد ايه هام، because we need it، عشان احنا محتاجينه to form، عشان نكون new blood، يعني حاجة خاصة بالدم جديدة. نقط that carry oxygen، تحمل الايه اللي هي يعني توصل الاكسجين حول الجسم كله، خلايا دم cells. 13 لكن لحسن الحظ the bullet يعني الرصاصة passed through the soldier's body، مرت خلال جسم الجندي without hitting vital، بدون ما تصيب أساسي، بدون ما تصيب الإيه اللي هي الأعضاء الجسم الأساسية organs أعضاء، دي معناها أطراف. 14 to increase your efficiency، عشان تزيد كفاءتك في العمل. It's important to keep work and family life، من المهم انك تخلي الشغل والحياة الأسرية منفصلين عن بعضها، separate، عشان تعرف تشتغل كويس. صفحة 43 15 The meal which we had at the new restaurant، الوجبة اللي احنا تناولناها في المطعم الجديد، was delicious، كانت لذيذة، and absolutely، وكلية كانت ايه، كانت مثالية، perfect، تماما. 16 a knot is a living thing، يعني كائن حي، too small to be seen، صغير جدا لدرجة ان ما تقدرش تشوفه without a microscope، بدون الميكروسكوب. that causes disease، يسبب المرض للناس والحيوانات والنباتات، اللي هو الفيروس. 17 باي لو، بالقانون، ان امبلوير كانت فاير، صاحب عمل لا يمكنه ان هو يفصل سموان شخص ما without a valid، بدون ايه وجيه، نقط for doing so، لفعل ذلك بدون سبب وجيه، سبب هنا تبقى الاجابه reason، وديت بتاخد حرف الجر ايه اللي هو فور. ده الكلمه دي معناها ورم، ودي معناها نسيج رقيق او منديل. 18 All Egyptian squash champions، كل أبطال الاسكواش المصريين are sorry that، آسفين إن إيه their game is not included، إن اللعبة بتاعتهم مش موجودة في الإيه the نقط جيمز، في الألعاب الأولمبية أولمبيك. 19 The police officers found no، رجال الشرطة لم يجدوا إيه نقط evidence، دليل إيه، دليل مقنع persuasive of illegal activity in the fire، إن يعني ان الحريق ده ايه تم بفعل فاعل، ملاقوش دليل على كده، يعني illegal بمعنى غير قانوني. 20 the judge didn't believe the criminals، يعني القاضي ما صدقش ايه من المجرم، نقط that he had stolen، هو سرق الفلوس in order to give it to charity، عشان يعطيها لجمعية خيرية، ما صدقش تفسير المجرم، نقول كده يعني explanation، تفسير، دي معناها نية، ودي اختراع، ودي معناها كشف. رقم 21 We have made an important، احنا عملنا ايه هام، نقط to our fashion collection، لمجموعة الازياء بتاعتنا، recently مؤخرا، عملنا اضافة هامة. المهم في هنا ان، ودي صفة، يبقى الجملة محتاجة اسم addition، اضافة. 22 في جملة، المهم the antonym، المضاد لكلمة pleasure بمعنى سرور، sadness، حزن. 23 my little daughter، وبعدين not ill after eating a bad meal،
ابنتي الصغيرة حصل لها ايه، مرضت يعني بعد ما اكلت وجبة ايه سيئة كده في مطعم. المهم مع ال هنا بنستخدم جوت. جوت ايه المرضات. 24 I lay awake، انا اركض ايه متيقظ، embed في السرير ايه لساعات، thinking not the trip، بفكر في الرحلة. I am going on the next day، اللي انا هقوم بيها اليوم التالي. think تاخد حرف الجر of. 25 في جملة المهم، the adjective الصفة brilliant بمعنى رائع، السيميلر مشابهة في المعنى لكلمة excellent ممتاز. 26 في جملة المهم، كلمة separate synonym المرادف لها isolated معزول يعني منفصل. 27 interested واخدينها من زمان، بتاخد حرف الجر ايه ان، سهلة دي. 28 محمد joined a new language course، محمد التحق بإيه بكورس لغة جديد. and was able to not the course، احنا واخدين مع the course بنستخدم do the course يعني يدرس المنهج ده in a short time في وقت قصير. 29 في جملة المهم، ذا ناون الاسم من الفعل برسويد بمعنى يقنع، الاسم منه برسويشن اقناع سي. صفحة 44 رقم 30، the young mother الأم الشابة stayed not all night، مقصود إن هي سهرت طول الليل stayed up by her son's bedside، بجانب الإيه السرير بتاع ابنها، as he was very ill، لأنه كان مريض جدا. 31 في جملة المهم، the opposite العكس من الفعل improve بمعنى يتحسن، deteriorate يتدهور، دي معناها يتحدى وديت يحسن. 32 despite the bad situation بالرغم الموقف السيء، الحالة السيئة، in the hospital في المستشفى، the doctors tried not calm، الأطباء حاولوا إن هما إيه stay calm يظلوا هادئين. 33 the band نقط الفرقة الموسيقية إيه are all used to، كلهم معتادين على إنهم wearing strange clothes، يلبسوا ملابس غريبة in their concerts في الحفلات بتاعتهم، أعضاء الفرقة الموسيقية members أعضاء، إنما ديت مؤلفين وديت ملحنين. 34 grandfather was، يعني جدي كان إيه في حرب 6 أكتوبر، نقط a former fighter pilot، يعني طيار مقاتل سابق، فكان بطل حرب هنا hero. 35 the young actors الممثلين الشباب have been very busy، كانوا ايه مشغولين جدا، since the night of their wedding، منذ ايه لزفافهم، منذ الاعلان عن زفافهم، اعلان عن زفاف، اعلان عن شيء هنا announcement يعني زعوا خبر ايه زفافهم. 36 the immune system جهاز المناعي sends يرسل ايه نقط to find the virus، عشان يجد يلاقي الايه الفيروس that attacks your body اللي بيهاجم جسمك، يرسل سيلز خلايا. 37 I'm going to take a، لسه واخدين شكلها بقى دي اتعرفت، 5 هتبقى day كورس، يعني انا هاخد كورس ايه لمدة 5 ايام، شرحناها كذا مرة مرتين قبل كده دي. 38 we must not our immune systems، يجب ان احنا نعزز أجهزتنا المناعية، to enjoy good health الاستمتاع بصحة جيدة، يعزز boost. 39 كلمة support يعني يدعم، إذا أن أنتنم هي مضاد لكلمة disappoint يحبط. 40 I am so sorry أنا آسف جدا، to tell you أن أخبرك، that only club اللي هو فقط ايه نادي نقط are allowed to enter، هم اللي مسموح لهم بالدخول، اعضاء النادي members، ما دي معناها طاقم سفينة او طائرة لأعداء. 41 كلمة boost بمعنى يعزز، كل شوية نقولها دي، is the synonym هي مرادف لكلمة ايه promote وكمان increase، يبقى الإجابة دي.
البرمود دي معنى ايه؟ ونمي ورقي. 42 his good manners اخلاقه الجيدة made him خلته ايه نقط to bad ideas للافكار السيئة، خلته كده ايه عنده مناعة للافكار السيئة دي immune. 43 the kidney الكلى is a vital knot in the human body في جسم الانسان هي عضو حيوي organ. 44 رماس is fluent رماس ديت لبقة and very نقط وتكون ايه جدا she can make you do what she likes يعني هي يمكنها انها تخليك تعمل اللي هي تحبه، معنى كده ان هي مقنعة يعني persuasive، اما دي معناها عدواني ودي قاسي وديت متعاون. 45 can you explain the نقط why the climate changes هل يمكنك انك ايه تفسر السبب ليه التغيرات المناخية موجودة في العالم يعني. فهنا المهم عندنا في أداة استفهام هنستخدم قبلها reason السبب، السبب لماذا، المبرر التفسير يعني. وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.